تكتب الشرطة تقارير سرية عن خطط اليمين المتطرف لمهاجمة المتظاهرين والشرطة، ويقرع البيت الأبيض طبول الحرب على حركة يسارية بلا قيادة. خطر اليمين المتطرف الداعم للرئيس أصبح كابوساً حقيقياً للمسؤولين عن العملية الانتخابية ورجال إنفاذ القانون وللمواطنين بشكل عام. يحدث هذا في بلد يفوق عدد السلاح فيه عدد المواطنين بحكم الدستور والقانون، في بلد ينقسم عرقياً وسياسياً واجتماعياً قبل الذهاب لصناديق الاقتراع. الانتخابات تقرع طبول الحرب الأهلية في أمريكا، حالة طوارئ. الشركات الأمريكية وحكومات المدن والولايات وأجهزة الشرطة تضع خططها النهائية لمواجهة تصاعد العنف والاضطرابات مع اقتراب يوم التصويت الأخير في الانتخابات الرئاسية. تحذيرات FBI من مواجهات عنيفة مرتقبة، ومن تهديد متطرف وشيك من ميليشيات يمينية، ومن فترة اشتعال محتملة في الأشهر الثلاثة التي تسبق تنصيب الرئيس الجديد نهاية يناير. فهل الأمر فعلاً بهذه الخطورة؟ مصدر سري حضر بولاية أوهايو اجتماعاً في يونيو حزيران ناقش فيه أعضاء ميليشيات متطرفة فكرة الإطاحة بحكومات الولايات التي تنتهك الدستور الأمريكي بحسب زعمهم. بعد القبض على المتهمين بمحاولة خطف حاكمة ميتشيغان غريتشين ويتمر، قالت النيابة إنهم سعوا إلى ترهيب المسؤولين ووجهوا تهديدات بالعنف والتحريض على اضطرابات مدنية وتدربوا على اقتحام كونغرس ولاية ميتشيغان واحتجاز مسؤولين رهائن. من هم أعضاء منظمة بوغالو والفرين ووتشمن؟ تشكلت منظمة بوغالو موفمنت بعد وباء كورونا من مواطنين غاضبين من قرارات التباعد. يتم تجنيد الأعضاء الجدد بشكل شخصي على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إزالة حسابات مرتبطة بالحركة في وقت سابق. تضم الجماعة نازيين جدداً وفوضويين من اليمين المتطرف، وتهدف إلى إسقاط الحكومة عن طريق الحرب الأهلية، ويعرف مؤيدوها بارتداء قمصان هاواي الزاهية فوق الأزياء العسكرية. وفي بلدة وولفرين بولاية ميتشيغان تأسست جماعة وولفرين ووتشمن، وشارك أعضاؤها في التظاهرات المناهضة للقيود بالولاية، وهم غالباً ما يحملون السلاح استعداداً لما يسمونه بوغالو، في إشارة إلى تمرد عنيف ضد الحكومة أو حرب أهلية بدوافع سياسية. وما دور ترامب في ظهور الميليشيات؟ مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت المجموعات المسلحة اليمينية جزءاً من المشهد السياسي الأمريكي، بدليل إشارة ترامب في المناظرة مع منافسه جو بايدن إلى واحدة منها. رفض ترامب في المناظرة أن يدين صراحة دعاة تفوق العرق الأبيض، مضيفاً ثم تملص من الإجابة قبل أن يدعو جماعة براود بويز للتراجع والاستعداد. وأحدثت الجماعة ضجة عقب المناظرة حين لمحت إلى أن الرسالة قد وصلت. ما هي جماعة براود بويز؟ جماعة معادية للنساء تدعم الاغتصاب علانية، وكل أعضائها من الرجال. تأسست عام 2016 خلال فترة الحملات الانتخابية الرئاسية بعلم أسود اللون رسم عليه بخطوط ذهبية ذيك تعلوه خمس نجمات وسهم يشير إلى حرف W، الحرف الأول من كلمة ويست وتعني الغرب. يكرهون المسلمين واليهود أيضاً، والفلسطينيين والعابرين جنسياً والمهاجرين. وما هي حركة أنتيفا التي يحرض عليها ترامب؟ حركة يسارية ضد الفاشية والنازية والرأسمالية والنيوليبرالية واليمين المتطرف، يعتنق أغلبهم الأفكار الشيوعية والاشتراكية واللاسلطوية مع أفكار الليبرالية، لكن أعضاء أنتيفا يعتبرون أنفسهم تياراً فكرياً واسعاً لا جماعة منظمة. من يحمل السلاح في أمريكا؟ ويحمي الدستور الأمريكي هامشاً واسعاً من الحريات الفردية، من بينها حمل السلاح. هناك 393 مليون قطعة سلاح يحملها مواطنو أمريكا، البالغ عددهم 331 مليون نسمة، منهم 5 ملايين انضموا إلى نادي حملة الأسلحة في عام 2020 فقط، بزيادة قدرها 70% على العام السابق. وهكذا يفوق عدد الأسلحة عدد المواطنين بنحو 62 مليونا. كثير من ميليشيات العنف تضرب الآن بخطاها الغاضبة على الأرض الأمريكية. يحصي موقع ويكيبيديا عدة ميليشيات تعمل على المستوى الفيدرالي، ونحو 35 ميليشيا محلية بالولايات. قبل شهرين من الانتخابات قالها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI: لدينا وقود إضافي لاشتعال العنف،
لدينا مجموعات تتبنى وجهات نظر متعارضة تزيد من خطورة الوضع. لقد رصدنا ذلك في مدن عدة، وهذا أمر يقلقني. ليس FBI وحده، هذا أمر يقلق العالم بأسره.